لعبة جديدة قلبت الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة باسم لعبة الأحكام مع الأصدقاء أو لعبة الأحكام المضحكة. طريقة اللعبة كل واحد بيحط صباع إيده على الشاشة وبيبدأ يحرك إيده لغاية ما الدايرة اللي قدام حضراتكم دي ترسي تحت صباع واحد فيهم. اللي بترسي عليه الدايرة بيتحكم عليه أي حكم من أصدقائه. والحقيقة موضوع الأحكام ده هو اللي خلاني أعمل الفيديو. لما شفت اللعبة بصراحة في الأول عجبتني وانبسطت أول لما شفت الأصدقاء بيهزروا وبيضحكوا مع بعض، لكن الحقيقة بعد كده اتصدمت لما شفت باقي الأحكام. طب ايه هي اكتر احكام تداولت في اللعبة دي؟ اول حكم روح ادي لأي بنت وردة، والتاني خلي اي بنت تصورك، والتالت روح اشحت فلوس من اي بنت، والعكس بقى مع البنات، روح خلي اي ولد يصورك او اقعدي مع شلة ما تعرفيهاش. السؤال بقى هنا للولاد، لو اختك معاك في نفس الجامعة او في اي مكان عامة، هتقبل ان ولد يوقفها في الشارع ويدي لها وردة او يقول لها صوريني؟ لو الإجابة لا، يبقى أنت كده عندك غيرة على أهل بيتك، واللي ما ترضهوش على نفسك ما ترضهوش على بنات الناس، وياريت تعرف أصدقائك بلاش الأحكام اللي زي دي. لكن لو الإجابة عادي مفيش أي مشكلة، فأنت روح راجع دينك وعاداتك وتقاليدك. وحاجة كده للبنات على الماشي، الأب والأم بيموتوا نفسهم حرفيا علشان يوفر لك أجمل عيشة تليق بيكي، وكل أب محتاج للبنت اللي تخليه ماشي وراسه مرفوعة من أدابها واحترامها، وقتها بيحس بفخر انه عرف يربي. فانت قدامك حاجة من الاتنين، يا تخلي باباك ماشي وراسه مرفوعة، يا تنزليها تحت سابع ارض. انتقادي مش للعبة نفسها، بالعكس افرحوا وانبسطوا، بس كل شيء بحدود.